سيلة أحلى متفائل. قبل ما نبدأ وصفتنا أنا نطلب منكم رجاء كي تفعلوا الجرس، خاطر المشاهدة برشا ضعيفة والفيديو متاعي مش باقية توصلكم، خاطر قناتي فيها أكثر من 100 ألف، مع تغريبة أنها مشاهدتها ضعيفة على الآخر. ولهذا نطلب منكم أنكم باش تفعلوا الجرس باش الفيديوهات اللي نزلها كلها توصلكم. ونبدأ في الوصفة. وصفتنا اليوم أصعب على البطاطس بالتونة، وصفة برشا مزيانة، مكوناتها بسيطة، وانا باش نحط لكم المقادير والطريقة كلها في صندوق الوصف، تابعوها كما تشوفوا في التصاور. ونبدأ وصفتنا. ناخذ حبة بطاطس مسلوقة، نضيف عليها 3 كوب بقسماط، بعدين نضيف عليها 1/2 كوب كزبرة وبقدونس، بعدين نضيف بصل أخضر مقطع مكعبات صغيرة كما تشوفوا، بعدين نضيف بابريكا، كمون، وثوم بودرة، معهم ملح وفلفل أسود. نقلب المكونات ونهرسها من كلها مع بعض. بعدين ناخذ علبة تونة نصفيها من الزيت، بعدين نضيفها للمكونات، نخلط التونة مع المقادير متاعنا كما تشوفوا، بعدين ناخذ قطع ونشكلها أصابع أو دوائر كما تحبوا. نغمسها أول شي في البيض، بعدين في البقسماط، بعدين ناخذها على الثلاجة لمدة 1/2 ساعة تتماسك كما تشوفوا فيها. بعدين نقلي الأصابع بزيت متوسط الحرارة أو نخبزها في فرن كما تحبوا. وهذه الأصابع متاعنا نقدمها في صحن التقديم ومعها صوص تزينها بشرايح الليمون. وهذه وصفتنا سهلة، مكوناتها بسيطة جدا. أنا باش نكتب لكم المقادير والمكونات كلها والطريقة بالتفصيل باش نخليها لكم أسفل الفيديو. إن شاء الله تكون يا رب الوصفة عجبتكم. وهذه وصفتنا الثانية، وصفة برشا مزيانة، تقدر تحضرها في البيت خاطر هي جاهزة. الوصفة هذه يشرو فيها مجمدة وجاهزة، تقدر تجهزها في البيت أسهل وأفضل. مكوناتها برشا بسيطة، وأنا باش نخلي لكم الطريقة كلها والمكونات كلها في صندوق الوصف. ونبدأ وصفتنا. ناخذ 2 صدر دجاج، معهم ملعقة طعام خل، معهم ملعقة صغيرة دجاج بهارات متاع الدجاج، ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة، ملعقتين طعام بقسماط، ملعقتين صوص بالثوم والأعشاب. الصوص متوفر عندك، نصف ملعقة صغيرة ملح. نفرم المكونات الكل مع بعض كما ريتو كما تشوفوا. بعدين ناخذ قطعة ونكورها، بعدين نسويها كيف هكا براحة اليد، نخليها تتمسك شوية. بعدين ناخذ صحن
بقسماط، نضيف عليه ملعقة صغيرة بابريكا، بعدين ناخذ صحن آخر نضيف عليه نصف كوب دقيق، نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر، كوب ماء بالتدريج لنتحصل على هذا القوام. بعدين ناخذ القطعة متاعنا نغمسها في الخليط الأول، بعدين نغمسها في الخليط الثاني، ونعود نغمسها في الخليط الأول. كما تشوفوا هذا شكلها. بعدين ندهن صينية بزيت زيتون ونرصف القطع متاعنا كلها، نخبزها على الفرن وسط من فوق ومن تحت لمدة 25 دقيقة، وهذه شكلها النهائي. قدمها مع بطاطس مقلية ومع صوص. إن شاء الله الوصفة تكون عجبتكم. أنا مكوناتها وطريقتها بالتفصيل باش نخليها لكم كلها تحت أسفل الفيديو في صندوق الوصف. إن شاء الله الوصفات اللي قدمتهم لكم يكونوا عجبوكم، وكما العادة ما تنسونيش في اللايك ومشاركة الفيديو لكل أصحابكم وأحبابكم. هذه شكلها. يلا خليكم، سهية طيبة وبسلامة.